تحيي. من فترة صديقة غالية وعزيزة على قلبي وبحبها كثير وبحبها، أعرف أني بحبها كثير، وهي تفضل أن لا أذكر اسمها. هالصديقة طرحت علي سؤال أنه ليه نحن بنحب نخبر قصصنا للآخرين، وهي ما قصدت بسؤالها مجتمع الناس اللي بيكتبوا، بل قصدت جميع الناس. ليش كل الناس بحبوا يوصلوا قصصهم حتى لو لاقوا كتاب يكتبوا لهم اياها؟ ولأني أنا من فترة عندي يعني منع من إني أطلع لايف على فيسبوك، قررت إني أعمل فيديو وأحكي لهذا الأمر. ليش نحن بنحب نخبر قصصنا؟ بداية حابب أقول إنه فكرة الخلود أو نزعة الخلود عند الإنسان قديمة جدا، وهي ليست مرتبطة بالوعي. بدأ تفكير الإنسان بالخلود وسعيه إلى الخلود منذ يعني سنوات طويلة، حتى أنه ملحمة الجامش اللي هي تقريبا 8000 سنة قبل الميلاد تؤرخ لهذا الأمر وتصف سعي جلجامش إلى البحث عن نبتة الخلود. هذه أول نقطة. النقطة الثانية أنه الإنسان بشكل عام هو خلاصة قصص، خلاصة خبريات. كل شيء هو قصة وكل شيء هو خبرية. المعمار قصة، البناية، الشارع. الفنون كلها كناية عن قصص. يعني أنت عندما تنظر إلى لوحة مرسومة، شئت أم أبيت تبحث عن القصة فيها، حتى لو كانت من الفن التجريدي، كذلك في النحت، في الموسيقى، في الغناء. معظم مواضيع الأغاني هي موضوع قصة أو مواضيع قصصية. الإنسان هو تراكمات من قصص وخبرات، وهذه القصص ميزتها أنها تسكن الماضي، ولأن الماضي متفلت ولأن الماضي لا يتكرر ولأن الحاضر هو بداية الماضي ولأن القادم المستقبل هو تتمة للماضي، أعتقد أنه أنا لما بدأت أحكي هذا الفيديو صار بالماضي الآن. يعني الحكي اللي حكيته بداية الفيديو صار بالماضي الآن، ومن الطبيعي أن تمتابني نزعة العودة إلى الماضي. ونزعة العودة إلى الماضي تكون من خلال محاولة تكراره، محاولة إعادة استرجاع وعرضه، محاولة أنه نعيش على الأقل ولو من خلال الاستذكار. الأمر الثاني هو أنه قصصنا هي أصواتنا، وأهم في الإنسان هو برأيي أنا صوته واسمه، الاسم والصوت، وهما أهم عنصرين من السرد ومن الماضي.
صوت الإنسان يحتاج إلى أذن أخرى، يحتاج إلى رد فعل، يحتاج إلى انعكاسات، يحتاج إلى تفاعل. هذا الصوت هو الذي يصل السلسلة البشرية من بداية الكون إلى نهايته إذا كان فيه نهاية. خليني أوضح أقول إنه نحن لازلنا حتى اليوم نسمع صوت آدم وقابيل وهابيل، ونسمع تلك الحوارات التي دارت في العالم العلوي بين الخالق والمخلوقات من ملائكة وبشر. هذا الصوت لم يتوقف حتى اليوم، ولا زال يبحث عمن يملؤ. الصوت لا يحب يوقف بمحل، بحب يظل مكفي مشوار مسيرته. وبالتالي الصوت هو قصة، كل صوت إنسان مختلف عن صوت الثاني، وصوت الإنسان يتشكل من خلال السرديات التي هي فينا وإن لم نقلها، من خلال القصص اللي هي فينا وإن لم نحكيها. بعض الأصوات حزينة منكسرة لأن أصحابها عاشوا تجارب حزينة منكسرة، بعض الأصوات فرحة لأن أصحابها يعيشون تجارب فرح، بعضها اختفت لأن أصحابها اختفى من داخلهم العزم والبحث عن إرادة الحياة، فقرروا الصمت بلا وعيهم، وبالتالي اختفى صوت. كذلك نحن بنحب نشوف الانعكاسات وان شفناها بعيوننا. يعني نحن شو وظيفة الحواس الخمسة فينا كبشر؟ هي وظيفتها هي قراءة التأثيرات الخارجية. هذا خشن، هذا ناعم، هذا أبيض، هذا أحمر. هذه القراءة هي لنا وليست للآخرين. يعني أنا لا أرى الناس لأن الناس موجودين، لا، أنا أرى الناس لأن هؤلاء الناس فيهم من داخلهم شيء يقول شوفني، شاهدني، أراني. هذه الرؤية مغمسة بالقصص، محملة بالخبريات. نحن عندما نشوف حتى لو ما سمعنا أصوات بنشوف وجوه، بنشوف ملامح، بنشوف تشكيلات جسدية، كلها بتحمل خبريات وقصص. مرات كثير واحدنا بيكون ماشي بحديقة يحاول أن يسأل كم عمر هذه الحديقة؟ هذا السؤال بحد ذاته هو بحث عن قصة هذه الحديقة، بحث عن عمر الزهرة، بحث عن عمر الكائنات اللي فيها. وبالتالي الماضي ليس من السهل يعني أن نقول بأنه بات ماض. لا شيء يجعل الماضي ماض أبدا، رغم أنه ماضي، ولكن الماضي دائما عينه على القادم وعلى الآتي. نحن بعض الناس ممكن يقولوا نحن نخبر خبريات لنعيشها مع الآخرين، لنشارك فيها. أصلا نحن لسنا أفراد، نحن جماعة. أنا ضد فكرة إنه الإنسان هو فرد، وإن كان يتصرف يعني يتعايش ويأكل بشكل فردي، ولكن الإنسان بالنهاية هو وحدة من جماعة ومن مجموعة، وهذه الوحدة قيمتها بأنه هي
مفردة في قصة طويلة، حرف في كلمة طويلة، جملة في نص طويل. لا شيء يشكل المدينة لولا وجود الأفراد، ولا شيء يشكل القرية أو الأسرة لولا وجود الأفراد. ولكن بما أنه أنا هو الآخر والآخر هو أنا، إذن نحن نتبادل القصص لأنها تشكل وحدة التجربة البشرية كاملة. قصص الأنبياء بالكتب المقدسة هي جزء من مكوننا نحن البشر. قصص الماضين كلهم هي جزء من مكوننا نحن البشر. وقصصنا اليوم هي جزء من مكون الذين راحوا ومن مكون الآتين. وقصص القادمين هي جزء منا نحن الآن. مرات كثير نحن منخطط لأشياء بعد ما أجد. منخطط لابن بدنا نزوجه، لبنت بدنا نشوفها موظفة أو عروس، منخطط لطفل نجيبه، نبني له أشياء كثيرة في مخيلاتنا. إذا نحن نؤسس الماضي بالقادم عبر شبكة الخيال اللي بنقذفها بالمجهول. وبالتالي إخبار القصص للآخرين هو بحث عن مكاننا في تلك السلسلة التي تكون التجربة البشرية، هو بحث عن البقاء وإن في الماضي، عن الخلود وليس في المستقبل، الخلود في الوقت بغض النظر عما هو هذا الوقت، ماضي أم حاضر أم مستقبل. نحن نسعى إلى الخلود في الزمن، والزمن بتقديري غير متوقف. يقال علميا بأنه يتبدل، هذا التبدل من كوكب لآخر، من مجرة لمجرة ربما، ولكن قناعتي أنه الزمن غير متوقف. وغياب هذا التوقف بالزمن هو المعزز والمحفز الأول والأخير فينا ولنا من أجل إخبار قصصنا. نحن نحب أن نكون في ذاكرة الأشياء القادمة، وفي عيونها، وفي تفاصيل حياتها. وإلا لما نبحث نحن عن قصص الآخرين في الآثار وفي مخلفاتهم في حضاراتهم القديمة؟ ولما نترك كل هذا الكم من الآثار؟ لأننا نؤمن أننا سنكون ماضٍ، والماضي لا يرضى أبداً بالانسحاب، لأنه هو الزمن الأول، هو الزمن النهائي، هو الزمن الأخير إن كان زمن أخير. وبالتالي قصصنا هي أصواتنا، أسماءنا، نحن، تجاربنا، خبراتنا. بدي أقول عن الأسماء واللي هي محتاجة بمحل محلات يكون في حديث مستقل عنها. لا شيء يسعد الإنسان قدر اسمه، ولا أحد يستطيع أن يكون بلا اسم. تخيلوا عمل كتابي بلا أسماء، تخيلوا رواية بلا أسماء، تخيلوا حلقة عم تحضر فيلم بلا أسماء. يستحيل. نحن نبحث عن أسماء للكتب، للمقالات، للقطع الموسيقية، للوحات، للملابس، للعمارات،
للشوارع، نبحث عن أسماء لكل شيء. وعظمة الأسماء أنها أكثر ما يؤكد حضورنا في هذا الكون. وعلي سأخصص حلقة خاصة بالأسماء لأتحدث عنها، ولكن أود أن أقول أن قصصنا هي كل أسماءنا، وأسماءنا هي جزء من قصصنا. تحياتي لكم.